حصريا. جميل راتب اشتغل في فرنسا. ايه عينيك زاغت؟ احنا فراعنة وربنا ادانا قوة وصحة ما ادهاش لأي ناس في العالم كله. جميل راتب كان ممثل منضبط. احنا اولاد عم. وكان دايما رهانه بيكون صح وبيحقق نجاحات كبيرة. ما تقولي هو مين، يمكن اعرفه ويطلع صاحبي. احسن حاجة تعمليها تروحي تشتغلي في غيط. صدقوني دي مش نكتة، انتوا تقدروا فعلا تعملوا كده. تشاهدونه في الأوقات التالية.